رامز هل تسمع؟ نعم كلارا. نعم تفضل رامز. إذن يمكن الدخول إلى رأس العين. نعم نعم أسمع كلارا. نعم نعم صحيح. يعني منذ بعض الوقت دخل الجيش السوري إلى بلدة رأس العين، وهي تقع جنوب مدينة يبرود، وهي امتداد طبيعي لهذه المدينة بعدما سيطر عليها الجيش السوري في مدينة أو في جبال القلمون، وفر عدد كبير من مقاتلي المعارضة المسلحة باتجاه رنكوس وباتجاه الصرخة غربا. لم يتمكنوا كلارا، يعني هذه بإشارة فقط أولا إلى بداية إلى جغرافية هذه البلدة. رأس العين تقع جنوب يبرود، إلى شرقها هناك رأس المعرة وفليطة التي تتصل مباشرة بجرود عرسال اللبنانية. فر العديد من مقاتلي المعارضة المسلحة باتجاه رنكوس والصرخة غربا، يعني لم يتمكنوا من الفرار شرقا باتجاه فليطة وباتجاه جرود عرسال، لأن الجيش السوري ومن خلال هذه التلال المشرفة يحكم بنيرانه على دفاعات التي كان يقيمها ويتحصن بها مقاتلو المعارضة، وبالتالي يعني استخدم قوى نارية كبيرة من خلال سواء دباباته المتمركزة في هذه التلال وأيضا القصف المروحي لهذه الدفاعات. يقول مصدر عسكري سوري هنا يعني مرافق لهذه العملية أن بانهارت يعني بشكل سريع جدا الدفاعات للمقاتلين. إلى جانبي على كل حال أحد الضباط المدنيين، وهو يعني قائد ميداني مرافق لهذه العملية في مدينة يبرود والآن في رأس العين. أهمية سيطرتكم اليوم على رأس العين بعد بس سيطر على يبرود، حاول المسلحين والإرهابيين تجميع أنفسهم في منطقة رأس العين وتشكيل خطر بالنسبة ليبرود، وحاولوا أخذ هؤلاء المدنيين اللي عم تصورون كرهائن موجودين في المنطقة. قمنا بعملية اقتحام مباشر وبدقة، ومثل ما شايفين الحمد لله أعدنا المدنيين بدون أذى وقتل أعداد كبيرة من المسلحين. فروا بأي اتجاهات فروا؟ يعني علمت من بعض أيضا المصادر الضباط العسكريين أنه فروا باتجاه رنكوس، لم يتمكنوا من الفرار باتجاه فليطة أو جرود عرسال اللبنانية. فروا باتجاه رنكوس والصرخة، لم يتمكنوا من باتجاه فليطة بسبب نحن وجودنا على التلال العالي المشرفي على فليطة. نعم. في لديكم يعني عدد من في قتلى؟ عم تحدثني كنت بصفوف المقاتلين وبس في عندكم أسرى أو أنه يستسلموا أنفسهم ولا؟ في ناس استسلموا، أعداد كبيرة استسلموا، في أعداد كبيرة قتلت وأعداد فرد باتجاه الصرخة ورنكوس. يعني صار في التحام مباشر بالأحياء المدينة بأحياء القرية ولا فروا يعني كمان بعد ما انهاروا تحت مثل ما صار ضمن المزارع؟ صار في اشتباك مباشر وتم قتل عدد كبير منهم. شكرا حضرة العميد. إذن يعني كلارا استمعنا إلى أحد الضباط المدنيين المرافق. سأنتقل بالصورة إلى عدد من المدنيين الذين تحدث عنهم العميد أو العقيد السوري. هناك عدد كبير من المدنيين الذين يقول الجيش السوري أنهم كانوا رهائن تحتجزهم يعني المجموعات المعارضة المسلحة، لسيما هنا فصائل كانت تقاتل بشكل أساسي هي جبهة النصرة. سأنتقل يعني إلى الحديث، ربما هناك عدد كبير من الأطفال والنسوة. حجي بقيتوا هون أنتوا طيل فترة سيطرة المسلحين؟ ضلوا يضربوا علينا قذائف. أنتوا ما تركتوا هون؟ لا، قاعدين ببيوتنا متكلين على الله، وبالحمد لله بهمة الجيش بإذن الله ما عاد يقربوا علينا بإذن واحد أحد، بهمة الجيش الله حي الجيش. شهدتوا هلا بهاي الساعات القليلة في معارك حد بيوتكم؟ إيه صح. بهمة الجيش الحمد. شو حجة؟ كيفكم؟ إن شاء الله ولك بوجودكم مبسوطين، ولك إن شاء الله تضل الفرحة بسوريا وينصرك يا بشار الأسد. آمين يا رب العالمين. قول بشار الأسد الله يحميه. انتوا بقيتوا كل هاي الفترة حجة ما تركتوا؟ ما تركنا ولا طلعنا معنا. خبريني عن العلاقة، كيف يعني كان اللي من المسلحين المعارضين كانوا مسيطرين هون، كيف كانت هيدي العلاقة؟ ما نستاج نطلع يا أخي، قاعدين بالأبو. نحن هلا جابوني قلب الأبو. أنا جابوني من الأبو هلا، أنا جيت من الأبو. وقاعدين والرصاص دايرنا ما عم نستاج نطلع لا على رزقنا ولا على دورنا ولا نستاج نطلع. صرنا من 3 أيام احنا بالابو، روح الجيش لفا فتحنا له البوابنا وجينا جابونا. كيف كنتوا تأمنوا احتياجاتكم غذائيه اكل؟ كيف كنتوا تقدروا؟ يا اخي الحمد لله، الله بيدبر الله بيرزق.
من يعني نخبز خابزين ومدبرين يعني وناكل وضلنا شاهد بدبر الله يا اخي بدبر الله الحمد لله نحن وياكم بالف خير ما زال انتم بخير نحن بخير انا عم لاحظ بس في انتم يعني رجالكم وين ازواجكم جابونا جاي الناس بالمسجد حطوهم الله يحميهم يا رب كانوا معنا وكانوا والله حابسين الارهابيه ببيوتنا ضلنا جمعه محبوسين بس على برغل وعلى بطاطا بالبيوت وجينا على الملاجئ جابونا الله يحميه الجيش فوتونا على الجوامع وحمونا بالليل وصار لباس فوقنا وقذائف صرنا 35 يوم بلا كهرباء وبلا مي و 35 يوم ورجعنا تخبينا بالملاجئ بلا اكل بلا شرب لا هلا اجى الجيش اخذنا وطعمينا وجاب لنا الله يحمي والله يحمي كل واحد ساعه لحتى طلعنا من هالازمه يا رب واعينا بالله واعينا طلعونا من بيوتنا شو عم تقول الله يلا عد لي اياها الا هلا قول خوت قول لا تخاف لا تخاف لا تخاف الله محيي الجيش الله محيي الجيش الله محيي الجيش وسوريا الاسد سوريا اسد اذا يعني كلارا تفضل حضرتك كنت من بين يعني الشباب او عناصر الجيش السوري اللي دخلتوا هلا كلارا سلام خبرني يعني على اللحظات هلا الاخيره بالقتال كان عم تشهدوا قتال شديد يعني من المقاتلين لا ما كان في كانوا عم ينسحبوا عم يكرروا اتجاه التلال وراء صار في التحام مباشر بالشوارع يعني قتال شوارع ما يكون صار فيه بس قتلنا كثير من هين من المسلحين شكرا الله يحميهم شكرا اذا يعني كلارا سانتقل ربما بخلفيه الصوره الى يعني ما بعد هنا اول مدينه او قريه راس العين بالانتقال ما بعد هذا الجامع جنوبا يعني هناك ايضا جنوب يعني جنوب مدينه يبرود نحن ولكن تقدم غربا هي باتجاه رنكوس التي يعني هي بمحاذاة الحدود اللبنانية لسيما هي تحد بعلبك وبريتال ما بعد رنكوس هناك عسال الورد يعني مصادر الجيش السوري هنا تقول إن مسألة يعني القرى المتبقية من منطقة القلمون الأساسية في ريف دمشق إذا أنا هذه المنطقة من يبرود إلى هذه المدينة يعني هنا بهذه الجبال هي تبعد حوالي 80 كيلومترا عن مدينة دمشق وبالتالي يعني هذه المنطقة أساسية جدا بعد سيطرتهم على رأس العين اليوم سيكون يعني تقول هذه المصادر العسكرية السورية أن بإحكام النيران على هذه التلال مسألة رنكوس ومسألة فليطة هي باتت مسألة وقت بإشارة إلى الأماكن التي تحد يعني تماما عفوا كلارا الحدود اللبنانية هي فليطة والتي تتصل مباشرة بجرود عرسال هي يعني لناحية شرق مدينة أو شرق قرية رأس العين تقول هذه المصادر يعني بإحكامها السيطرة على هذه التلال بات المسلحو المعارضة ينهارون بسرعة يعني حتى فاجأت ربما مقاتلي أو عناصر الجيش السوري بانسحابهم وبانهيار هذه الخطوط الدفاعية بسرعة نظرا إلى أحكامهم النقطة الآن تقول الخطوة التالية بعد تثبيت نقاط الجيش السوري على غرار ما حصل في مدينة يبرود عسكريا يتم تثبيت النقاط التي يصل إليها الجيش السوري وبالتالي ستشكل هذه النقطة الآن رأس العين ما بعد يبرود نقطة متقدمة للانطلاق لباقي مناطق رنكوس الصرخة معلولة وفليطة إلى الجانب اللبناني وهي يعني قضم هذه المناطق واستعادة كامل القلمون المنطقة الأساسية والاستراتيجية سواء على الكتف الشمالي لمدينة دمشق وسواء أيضا بالنسبة إلى طريقها إلى اللاذقية وطريق بالساحل السوري يعني كل هذا يكسب هذه المنطقة أهمية أساسية يعني هناك عدد كبير من الأطفال كلارا في هذه القرية يعني وهم كانوا ربما يشهدون أحوال مزرية نتيجة الأوضاع وأوضاع الحرب هنا في هذه القرية وغيرها من القرى إذن يعني هذا هو المشهد لا أعلم إذا كان لديك من أسئلة أو استضاحات أو نكتفي بهذا القدر
نعم رامز، طبعا سنكون معك في رسالة مباشرة أيضا من رأس العين تحديدا في نشرة الظهيرة مباشرة، وطبعا في حال كان هناك تطور جديد أو تطور ميداني أو عسكري ما. يمكن القول أن رأس العين هي أصبحت آمنة الآن. صحيح صحيح، هي آمنة، يعني أمن الجيش السوري المدنيين بالكامل، فصل ما بينهم وما بين بعض النقاط يعني التي لا يزال يلاحق بها المسلحين ومسلحي المعارضة، فصل وأمنهم لهذه الناحية، يعني ناحية أول مدينة أو قرية رأس العين، بعدا عنهم ربما أيضا لأن هناك بهكذا أمور وبهذه يعني بعد مناطق تكون تشهد اشتباكات ومناطق حرب، لاسيما أن يعني تكون هناك عديد من المفخخات في المنازل في المراكز كانت تتخذها الفصائل المعارضة المقاتلة تتخذها مراكزا لها، وبالتالي يبعد الجيش السوري المدنيين وربما فضولية المدنيين الاقتراب ربما من بعض أشياء قد تشكل خطر عليهم، وبالتالي لا يزال يعني قلب هذه القرية هي حتى هذه اللحظة منطقة عسكرية أوليا لتأمينها بالكامل من هذه المفخخات، لأن كما شاهدنا بالأمس هناك العديد من التفخيخات والمفخخات واستخدام هذه المنطقة كمنصة وكمنصة أو كطريق عبور يعني للسيارات المفخخة أيضا كلارا التي كانت تصل إلى لبنان، يعني لأن من رأس العين إلى فليطة إلى جرود أرسال كانت ممر أساسي لعبور هذه السيارات، وبالتالي هناك الجيش السوري يحتاج لبعض الوقت لتأمين هذه المنطقة كما تشير مصادره المرافقة لهذه العملية.